هو معنا الكبيرة العظيمة الدكتورة مدام ليسلي. أول شيء تحية لمدام ليسلي. شو شعورك إنك أنت اليوم حنفل نحنا وأنت حتروح على البيت وبكرة ما بقى في لا رافائيل ولا أنيس ولا يوسف ولا مروان ولا علي ولا ما في حدا؟ بفتكر إنه صعب. سمعهم كلهم إلا أنا. صعبة. بفتكر إنه بعرفك بتحبين هلا يعني ما بعرف شو بدي اعمل بعليكم بس رح اشتغلكم كثير وانا اي ويش يو اول ذا بيست. اهم شيء ضلكم تشتغلوا على حالكم ضلكم مركزين اوكي ومسابرين لانه هذا اللي بخليكم توصلوا وما تنزلوا من ايامكم هيدي اهم شغله. زقفه لاحلى مدام ليسلي. زقفه. شكرا.